فنتعرف على طريقة وكيفية إلغاء جهة الاتصال. قم بالضغط هنا على الملف الشخصي، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على اقتراح حساب الآخرين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على جهاز الاتصال. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء جهة الاتصال، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.